جاهزة؟ ايه. اذكر طعام تاكله مع تعرف انه مضر بالصحة. وجبات سريعة. برجر. برجر. اذكر شيء تبحث عنه في النت. دايت رجيم. اذكر شيء تضيف له عسل. يلا. اذكر احد اللهجات العربية. سوريا. اذكر شيء تريد ان تفعله مرة واحدة بحياتك. باس. باس. طيب. اذكر شيء تضيف له عسل. الحين قضينا من راح الوقت وخلصنا. الحين انت بالبيت ما عمرك لا قمت الصبح تستخدمين عسل؟ اي. تحطينه على ايش العسل؟ ماي. تحطينه على الليمون. تحطين العسل على الليمون. ايه. ما تفطرين يا بنيتي انت؟ جبن، فول، بيض، كورن فليكس. الحين الكورن فليكس ما تحطين عليه عسل؟ عادي نعيد الفقرة. تو تفطر. بالله ما عمرك حطيتي عسل الصبح على شيء؟ الا الا لبنه ما ينحط عليه عسل؟ الا حليب ينحط عليه عسل؟ بس كلهم بخبزه واحده. اللحم يحط معه عسل. الحلويات عليها عسل. صح. العسل يحتاج عسل. انا نشوف ذا. قربي شوي. مع النس انا اعتقد النس يعني ان شاء الله يعني النس جايبه للعيد. ما أنا شكلش جايبته. شكلي. تسع. أنت جايبت أصلاً ثلاث أسئلة وخمسة ما جبتيها. الحين أنت يوم إنك عصبة الراسك يعني أنت عقل شداد ولا بروقان؟ ما أدري. يلا يلا. ها؟ ما أدري. ما تدري إيش معنات عصابة؟ إلا. بس ما أدري ليه. طيب خلينا نشوف إيش عندك أنت. السؤال الأول اذكر طعام تاكله مع انك تعرف انه يضر صحتك انت ايش قلتي؟ برجر. 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 اوه هذه البداية احسن من بداية لولو هذه. بس عاد تبي تكملين مدري. اذكر شيء تبحث عنه في النت انت ايش قلتي؟ الرجيم. اكل الدايت او انظمة الدايت. كم تجيبين من هالطبق؟ 20. اذكر شيء تضيف له عسل. ما جاوبتي. اسهل سؤال. خبز يعني. انت خبز قالت اختك خبز. ليه تسقين تقولي ان شاء الله كليجه بس المهم قولي شيء. كليجه لا راحت. اذكر شيء تضيف له عسل. صفر. اذكر احد اللهجات العربيه العاميه السوريه قلتي انت. ايه. شلت اسمع باب الحار. خمسين. خمسين. اللهجة السورية. ستة. كيفي؟ منيحة. بدك تجيبي العلامة؟ ايه بدي بس ما في. ما مبين، ما الهيئة؟ والله ما الهيئة يا هيا. هجت مني والله. ها؟ هجت مني يا خانو. اذكري احنا اعلى شيء هي خانو ولا ولولو؟ يعني لما يجي واحد جنبس يقول وراسه وشولو وشو هذا؟ ولاو وشو هذا؟ والله ما قلتيهم. طيب ذولا قريبين حق اللي يقولون ولاو. يعني هم يبون جماعتنا. لا اي لهجه جماعتنا لهجة. ايش يسوى؟ سورية. سورية يعني مصرية اشهر. صح. طيب ورا ما رحتي للريال والدياية والكويتيين ما عندهم لهجة؟ الا عندهم بس شو اسوي عاد؟ حط راسي براس الكويتيين ما ادري ليش. طيب خلي شوف. اذكر شيء تريد ان تفعله مرة واحدة بعمرك وش؟ ما ادري. ما جاوبتي انت الحين بس من يوم ما جت ما جابت شيء. لا بتقلبها زعل لي. شوفي ايه يعني مليون ابي يصيرون. يا يعني انت ما ودك تتزوجين؟ لا يا ساتر. يعني مو من الحلم يعني. ها؟ مو من احلامي. هاي الزواج سهل. طيب طيب ما ودك تسافرين؟ سافرت. طيب ها سافرتي. ايه.
يمكن اقول انا ترى سامع علوم اسم الخواتس والله. يقولون مره كل شيء قال لها ايه. ايه الوالد مصلح. ايه وما ادري. ايه وما ادري. الحين تريد ان تفعله مره واحده صفر، بالله ما ولا تذكرتي شيء ولا ما تبي، فما في شيء تتمنينه تسوينه مره واحده. ايه. ها؟ لا انا ابي اسوي شيء. حتى الاجوبه تعرف في ناس اذا بغى شيء يعني معاه ناس حتى الاجوبه يعطونه. انت كذا مروقه. ايه. مرتاحه. أي. ولا جبتي ال 30,000. ولا جبتها. صح؟ اي انا زعلانه الحين. خلي اللهجه السوريه تنفعك. طب لو قلت اجيب 30. الف تحيه لاهل سوريا وسوريا. الان خلونا نشوف النتيجه. الدويره وشي؟ دويره. صفر.